موجز إخباري جديد من أون لايف، أسعد الله أوقاتكم. يبحث اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع نائبة رئيس الأرجنتين جابرييلا ميكيتي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال استقباله المسؤولة الأرجنتينية أمس حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع بيونس آيرس، مشددا على أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين. يستقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكري نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومن المقرر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية وآخر التطورات المتعلقة بأزمة تنظيم الحمدين في قطر. أكد وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريا أهمية مكافحة الإرهاب ووقف التمويل والدعم له. تصريحات لودريا جاءت خلال مباحثاته مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تطرقت المباحثات إلى جهود محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله والعمل المشترك في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب، مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدولة تؤتي ثمارها، وأضاف أنه يجب التأكد من أن قطر لم تعد راعية للأفكار الإرهابية. يستقبل اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. يبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن، ومن المقرر أن يعقد المندوبون الدائمون بالجامعة العربية اجتماعا تشاوريا بشأن الأزمة في اليمن بحضور إسماعيل ولد الشيخ أحمد. اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكرية مع جارتها الشمالية لأول مرة منذ 2015، وذلك بعد سلسلة اختبارات صاروخية أجرتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وقال نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن سول طلبت إجراء المحادثات مع بيونغ يانغ في 21 من الشهر الجاري لوقف كل الأنشطة العدائية التي تثير التوتر العسكري عند الخط العسكري لترسيم الحدود بين البلدين. موعد جديد عند رأس الساعة المقبلة بحول الله.